بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده ناخد الدرس في العمل الرابع في مكرر كيمياء الغازيه. هنتكلم عن البوتل ووتر، المياه المعبأة اللي بتتباع للمستهلكين. اول حاجه ايه هي التقسيم بتاع البوتل ووتر، وان المياه المتعبيه ديت فازاز مش حاجه واحده، هي اكثر من حاجه. من هنتكلم عن الناتشرال مينرال ووتر، المياه المعدنيه الطبيعيه، والبوتل ووتر اللي او التيبل ووتر اللي هي المياه المتعبيه. البوتل ووتر دي يا جماعه هي الحاجه الكبيره المظله اللي تحتها اي ميه متعبيه في ازاز. يبقى اي ميه متعبيه في ازاز بنقول عليها ايه؟ بوتل ووتر، نوع المياه المعبأة. بوتل ووتر از سيلكتد هاي كواليتي جراند ووتر سيوتبل فور كونتينيوس يوز باي بوبيوليشن. دايما عاده المياه المعبأة بتبقى عباره عن مياه معبأة عاليه الجوده، بتيجي من مصدر ايه؟ غالبا بتيجي من مصدر جوفي، وبتبقى معده لاستهلاك عموم الناس. The only treatment allowed failure to the bottling water، المعامله الوحيده المسموح باجراءها للبوتلنج ووتر هي المعاملات الفيزيكال. فيزيكال يعني ايه؟ اللي هي الفلتره، المعامله اشعه اليو في، دي كلها فيزيكال. انما الكيميكال ان انا بضيف ماده كيماويه بتعمل تفاعل. والكيميكال بروسيس بتبقى محدوده جدا بهدف ازاله انستيبل كومبوننت، بعض المركبات الغير ثابته زي الحديد والمنجنيز والكبريت، او اعاده نسبه ثاني اكسيد الكربون في الميه للنسبه الموصى بها او النسبه اللي كانت موجوده بشكل طبيعي في البير اللي انا واخد منه. To protect the biological and the microbiological quality chlorine and its components should not be used. يعني مش معنى ان المياه المعدنية، علشان تبقى مياه معدنية طبيعية، ان فيها اي مشكلة بيولوجية ان انت مسموح ان انت تضيف ايه؟ الكلور. لا، ما بقاش كده ايه؟ ناتشرال مينرال ووتر. يبقى غير مسموح بإضافة الكلور في المياه المعدنية الطبيعية. بوتل ووتر أذر ذان ليبل ناتشرال مينرال ووتر أر إكسبتد تو كونفورم تو إسينشالي ذا سيم ستاندرد أز بابليك ووتر سبلاي أند ذي أر ذا فور سيوتبل فور جيفينج إنفانتس. المياه المعدنية الطبيعية دي بتبقى صالحة إن إحنا نشربها لمين؟ للأطفال الرضع. وكنت قلت لكم قبل كده إن الطفل لما بتولد في الصيف بيعاني من الجفاف وبيعاني من نقص الميه، وتلاقي الطفل قاعد طول النهار والليل بيعيط لانه ايه؟ عطشان. الكلاسيفيكيشن بتاع البوتل ووتر، الووتر ممكن تتعبى في ازاز او بلاستيك او علب من الكرتون، ودي اصبحت انكريزلي بوبيولار نوت اونلي ان ايريز وير ذا ووتر سبلاي كواليتي مي بي سب ستاندرد. المياه المعبأة دي ما بقتش منتشرة أوي، بقت منتشرة جدا في كل مكان، خاصة لما بيكون المكان المياه اللي فيه بتاعت الصنبور مش جودتها عالية. و may be but also where drinking bottled water is seen culture. يعني ايه؟ اصبح بيشيع بين الناس ان هم يشربوا المياه المعدنيه. كان زمان فكره ان الناس تشرب المياه المعدنيه وتشتري المياه من السوبر ماركت دي ما كانتش شائعه. بداوا بعد كده حتى في الدول اللي فيها ميه في الحنفيه كويسه بيشربوا منها عادي. ايه اللي حصل؟ كانت الناس اول ما بدات تحصل المشروبات، اول مشروبات نزلت وكانت الناس بتشتريها بكثافه هي المشروبات الغازيه اللي هو البيبسي وال المشروبات الغازيه المختلفه اللي بتنتج. بعد كده بدات الناس تتكلم ان السكر اللي موجود في المشروبات الغازيه دي مضر بالصحه، وان انت بتاخد بيسموها حتى الاغذيه الفارهه، لان هي انت كل اللي بتاخده من المشروبات الغازيه مجرد ايه؟ سكر، ومفيش اي عناصر معدنيه او فيتامينات موجوده معاه. فبدات الشركات بتاعت المياه الغازيه دي تبص للموضوع من بدري وبدات تغير نشاطها. هو في خطوه اثناء انتاج المياه الغازيه ان هو لازم ينقي الميه. لازم يعمل ايه؟ تنقيه للميه بشكل عام. ولو الميه ما هياش منقاه بجوده عاليه
هيبقى في صعوبة كبيرة قوي في انتاج المياه الغازية. وبالتالي قال لك طب ما احنا كده كده بننتج مية ايه جودتها عالية، طب ما نعبي المية دي وننزلها للمستهلك. فأصبحت كل الشركات بتاع المياه الغازية بتنتج ايه مياه تيبل ووتر، بتنتج أزمة مية. وبدأت الثقافة دي تنتشر بين الناس، وبدأت الناس فعلا تتجه لشرب المياه المعباة وبارد، يعني ايه عشان تحافظ على صحتها. هيلث بينفيتس ار كليمد فور سام برودكتس، بعض الانواع بتاعت المياه المعدنية اللي بتتعبى من ابار غنية بعناصر معدنية مفيدة بتبقى ليها فوائد صحية. ماركتنج اوف بوتلد ووتر حصل قفزه كبيره قوي في مبيعات المياه المعباه من 240 الى 10000، يعني قفزه، يعني كانت مثلا في فتره 240 بقت ايه ل 10000، حصل قفزه كبيره قوي والناس بدات تقلل قوي من شربها في المياه التاب ووتر وتتجه للمياه المعدنية. واللي ما بيشربش مياه معدنية بيبدأوا يجيبوا فلتر في البيت، يجيب في البيت فلتر في فلاتر متعددة المراحل أو في فلاتر بتبقى بالكربون، صور مختلفة من عمليات الفلتر. المهم بدأت الناس تتجه إن هي تطور إن هي تشرب مياه جودتها إيه؟ عالية، وده فتح آفاق كبيرة قدام شركات المياه، والاستثمار في مجال المياه موجود في كل دول العالم وحجمه كبير. تاب ووتر ان سام ميسنابيلتيز ممكن تكون هازارد كيميكال، احيانا الميه في بعض البلديات او الميه بتاعت البلديه بيبقى فيها مخاطر كيماويه او مايكروبيولوجيه. مخاطر كيماويه ان موجود فيها عناصر معدنيه ضاره او موجود عناصر معدنيه غير ضاره بس تركيزات عاليه. مخاطر الميكروبيه ان متسرب اليها ميكروبات بتاع الصرف الصحي زي الفيكول اللي هو اورجانيزم مختلفه زي الشيرشيا كولاي وبعض الفيروسات وهكذا. اتنين اوسو كونتين اديتيف احيانا برضو بتبقى اد كلوريد تو بروفايد بالفيد هيلث بينفيت تو كوميتي، واحيانا المياه بتاعت البلديه بيبقوا ضايفين لها كلوريد وبيبقى الناس مش عايزه الميه اللي فيها الكلوريد دي، فبيبقى في اتجاه الحالي في الحاله ديت ان هو يتجه للبوتل ووتر. بوتل ووتر از ريكوايرد باي لو تو ميت ستاندرد اوف كيميكال اند بيولوجيكال سيفتي. المفروض ان الميزه الاساسيه اللي موجوده في المياه المعباه ان ده منتج بيتباع ومطابق للمواصفات اللي موجوده في البلد، وبالتالي فالمفروض وانت بتشرب الميه دي انت مطمن ان الميه دي مطابقه للمواصفات سواء كانت الكيميائيه أو الإيه؟ أو البيولوجية. In some respects, standards for bottled water are more stringent than those for tap water. أحيانًا كثيرة بتكون المعايير الخاصة بالمياه المعباة أكثر صرامة بكثير من المياه بتاعة اسطنبول. ليه؟ لأن المياه المتعبية دي يا جماعة بتتخزن وبتقعد فترة طويلة. جميل؟ وليها فترة صلاحية. وبالتالي لابد ان جودتها تكون عاليه عشان ما يحصلهاش اي تغير اثناء وعاده انت لو في مره اشتريت جوده ميه لاي شركه ولقيت الجوده بتاعتها رديئه اوتوماتيك ما عدتش هتشتريها ايه؟ ابدا. وبعدين الميه فيها ميزه ايه هي؟ ان هي شفافه، فاي تغير بسيط بيظهر عليها. طيب ايه هي انواع البوتلد ووتر؟ اول نوع ناتشرال مينرال ووتر. الناتشرال مينرال ووتر ده هو الحاجه اللي اعلى حاجه، الحاجه اللي جودتها عاليه قوي. ده عباره عن ميه معدنيه طبيعيه وما بتعملش عليها اي معاملات غير الفلتره بس، وبتعتق مباشره في الازاز. وبالتالي علشان العمليه دي تبقى ناجحه لازم خصائص الجوده بتاع المكان اللي بعمل منه باخد منه الميه ده او المياه الجوفيه دي تكون خصائص جودتها ايه؟ عاليه. ولذلك مش اي مكان اقدر احفر واعبي مينرال ووتر، لازم يبقى له خصائص جوده معينه. Must come from underground source. يبقى الناتشرال مينرال ووتر لازم تكون مياه جوفية، ما تبقاش مياه بلدية ومعالجة، لازم المياه دي تكون جاية من البيت. حاجة تانية،
it receives both treatment other than filtration or carbonation. لا يجرى لها اي معاملة الا يا اما الفلتر يا اما تعديل نسبة ثاني اكسيد الكربون فيه. And it is bottled at the source. يعني ايه؟ انا عملت البير في الكفرة اعبي في الكفرة ما اخدش الميه في عصير واوديها حته ثانيه واعبيها. لا ما بقتش كده بشرب. عملت البير في ما اعرفش فين اعبي في الحته اللي انت تعمل فيها البير تعبي. Natural mineral water must meet microbiological standards and be regularly tested. يعني ايه؟ لازم المية ديت بيتم مراعاة فيها المعايير الميكروبيولوجية على أعلى مستوى and regularly tested كل أسبوع. مش كل تشغيلة. يعني ايه هما بيشتغلوا تشغيلة؟ يعني بيقولوا جاي كده المكن ده مثلا يقدر شغال 48 ساعة بيعمل مثلا 10 طن مية أو 50 طن ويجي بعد الانتهاء التشغيلة دي يقوم عامل عملية تنظيف يمسك المكان ده ايه يغسله وينظف المصنع خالص كانه بقى زيرو وهو عامل تشغيله جديده. انا المصنع بتشتغل بالطريقه دي. فمفروض مع كل تشغيله باخد عينات وبقيس. النوع الثاني اللي هو ماء ايه؟ اليانابيع. سبرينج ووتر ماي كم فروم اذر سورسز. الماء اليانابيع ايه الفرق الاساسي بين المياه الجوفيه والمياه اليانابيع؟ المياه الجوفيه موجوده في خزان جوف تحت الارض. مياه اليانابيع مياه متحركه متجدده وبالتالي مياه اليانابيع فيها مشكله ان تركيبها متغير. انما خزان المياه الجوفيه ده اللي بقى له الاف السنين تحت تركيبه ايه؟ ثابت. May come from other sources. It must also be bottled as a source and meet microbiological and chemical standards. لا بد برضو ان يتم تعبئته فين؟ في مكانه. Permit treatment of filtration and carbonation. نفس القصة. المعاملات المسموحة فقط هي ايه؟ الفلتر واعادة ضغط تركيز ثاني اكسيد الكربون. However, spring water does not have to be stable in composition. المشكلة بتاعت او يعني الملاحظة اللي موجودة في المياه اليانابيع ان هي مش ثابتة في الايه؟ في التركيب بتاعها لان هي مية منها متحركة. Table water. Table water دي بقى عبارة عن ايه؟ اي مية بالذات. والله بقى جاية من اسطنبول من البلدية انا عرفتها. جبتها من حتة وعبيتها في حتة تانية. خدت المايه دي كان فيها ملوثات ميكروبيه ونظفتها واخد. المهم هي إيه؟ بتجيلك مطابقه للمواصفات. انا بقى عملت فيها ايه عشان اخليها مطابقه للمواصفات؟ ده ايه ده بتاعي از بيزيكالي اني ووتر ان ابوزيتيف. يبقى التيبل ووتر عباره عن اي ميه. ولذلك شركه بيبسي هنا بتنتج ميه صح؟ هتلاقي كاتب عليها كده ايه؟ ان المية دي تم انتاجها بالتقنية اللي معرفش كذا. ان اذا المية دي تعرضت لايه؟ تعمل فيها شغل معين. فده تيبل ووتر. It could come from an underground source. ممكن تيجي من مية جوفية بس مية تو تاب ووتر. ممكن تيجي من مياه بلدية. وعادة شركات المياه الغازية ما بتحصلش يعني ممكن بتحصل المية بتاعتها يا اما من بير يا اما مية بلدية وهي اساسا بيبقى عندها تقنيات عالية في تنقية المياه. Table water may or may not be treated. المياه ال table water ممكن تعالج كيماويا وتعالج بيولوجيا او ما تعالجش حسب جودة المياه. It could have additives. ممكن يضاف ليها مواد كيماوية او مواد مضافة علشان احسن من طعمها اشيل اغير في تركيبها الكيماوي وهكذا. تعال نتكلم شوية بالتفصيل على الناتشرال مينرال ووتر المياه المعدنية الطبيعية. الكونكتو دي عبارة عن هيئة التشريعات الغذائية على مستوى العالم هاز بابلش ستاندرد فور ناتشرال مينرال ووتر. طبعا شركات المية من أكثر الحاجات اللي يعني ايه
مفروض ان يتم في تشريعات هقول لك تحكمها وفي نفس الوقت